بسم الله الرحمن الرحيم، آية 43. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. الآية دي، الآية 43 من سورة النساء، فيها أحكام التخفيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حكم تخفيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، عكس الأمم الإيه؟ الأمم السابقة كان عليهم إصر وكان عليهم حدود. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب السؤال بقى، هو في مؤمن هيبقى سكران؟ لا، في مؤمن سكران؟ شوف الآية، يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها المسلمون. وإحنا قلنا قبل كده قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن كلوا إيه؟ أسلمنا. ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. هنا الخطاب لمين؟ للي ربنا أصلا اعترف لهم بإيه؟ بالإيمان. ده هو ربنا اللي اعترف لهم بالإيمان. طب ازاي هيبقوا سكارى بقى؟ في سكر عن سكر. ايوه. طيب انا من كترة التعب والاجهاد وقلة النوم، خد بالك، من كترة التعب والاجهاد وقلة النوم يغلب عليك النوم والنعاس، فانت لما تيجي تصلي هتبقى مش منتبه للي انت بتقوله، يبقى ما تصليش في التوقيت ده. المريض برضه خد بالك، ما لسه حضرت حلال، خد بالك. عشان كده قال ايه؟ حتى تعلموا ما تقولون. يبقى اي حال من الاحوال، اي حال من الاحوال يمر عليك بحيث ان انت لما تدخل الصلاة مش هتبقى فاهم انت بتقول ايه، ما تصليش في التوقيت ده، استنى شوية لما تفوق. الأولياء الصالحين في حال تجلي ربنا بالنور الإلهي عليهم بيبقوا تايهين، فلا يجوز في التوقيت ده الصلاة. عشان كده يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين اللي هو اعترف بيهم ايه؟ اعترف لهم بالايمان. لكن عامة المسلمين حرم عليكم الخمر والميسر، يعني الخمرة حرمت، تمام؟ طيب في بعض التفاسير بتقول اصل ده كان التحريم المبدئي، يعني ربنا لما حرم الخمرة حرمها تدريجيا، قال الاول ما تصلوش وانتم سكارى، وبعد كده هو سيدنا عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله انما نريد ان يكون هناك ايه؟ حكم قاطع لشرب الخمر، فقال حرم عليكم الخمر، تمام؟ انما هنا الايه، اللي يقرا الايه ويشغل عقله وقلبه في الايه هيلاقي الآية بتتكلم في حاجات تانية خالص.
ايه هي؟ اولا عمر ما يكون في مؤمن وهو بيسكر، لا يمكن. والايه دي ايات القران تبدا منين؟ من اول سيدنا ادم لحد ان يرث الله الارض ومن عليها. القران ممدود قديما حديثا حاليا، قديما حديثا اجلا. فكل ايات القران ساريه فين؟ في الكون. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى حته سكارى هنا مش شرط ان انت هتشرب خمره، لان مفيش مؤمن بيشرب خمره، لانها من الكبائر. يبقى كيف ربنا يحرم هم مؤمنين ويقول لهم ما تشربوش خمره اذا كانت الخمره من الكبائر؟ تمام. انما ربنا حط العله، قال حتى تعلموا ما تقولون، عشان تبقى عارفين ايه اللي انتوا بتقولوه. يبقى انا لو حاله سكر، حال السكر بتاعي من اجهاد، وهنا السكر بمعناها ها، السكر هنا بمعناها ايه؟ ها عدم، مش ما انتش واعي، ما انتش مش ما انتش مركز، ما انتش واعي، من تعب، من اجهاد، من اي حاجه، من مرض. ما هو ممكن تبقى مريض برضو، بس المرض بتاعك ما يمنعكش من الصلاه، غير المرض اللي يمنعك منين؟ من الصلاه. طيب بص، التخفيف جعل ربنا سبحانه وتعالى لامه النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف ما خلاهوش في كل الانبياء السابقين. ولا جنبا، لو ربنا لحد هنا وقف وقال جنبا، طب وبعدين؟ طب افرض انا مش في بيتي، مسافر في الطريق، ايه اللي يحصل؟ ربنا استثنى الا عابري سبيل. يعني ايه؟ يعني مالكش بيت تقعد فيه. مع خد بالك، بيت يعني ايه؟ يعني لو ليك قرايب روح، لو ليك اصدقاء روح، انما عابر السبيل ده ملوش ايه؟ ملوش حد نهائي. يبقى قال ايه؟ الا، يعني لو انا مسافر في بلد ومحدش يعرفني فيها، وجيت نمت واستيقظت في على جنابه، اصلي ايه؟ اصلي الا عابر سبيل حتى تغتسل. يبقى انت الاول مش هتقرب الصلاه من الجنابه الا ما تغتسل. غسل الجنابه احنا قلناه الاول في شريعه الامام، في مذهب الامام مالك، هقولها تاني، الطهاره من الجنابه في فقه الامام مالك، بتخش الحمام وتستحمى، وبعد ما تستحمى تتوضا، وبعد ما تتوضا بتصب ميه على ايه؟ على كتفك اليمين، وبعدين كتفك الايسر، وبعدين على راسك. ده غسل الجنابه، غير كده مفيش غسل جنابه. من غير شهاده؟ بالشهادتين في سرك. تاني، الغسل من الجنابه بتخش الاول على مذهب الامام مالك، بتستحمى، بتستحمى وبالصابون وكله، وبعد ما تستحمى وتنظف جسمك تتوضا للطهاره، وبعدين تاخد الميه تصب على جسمك، على كتفك الايمن، وجزء جسمك الايمن دوت بتمشي ايدك عليه، وبعدين جسمك الجزء الايسر، وبعدين بتصب الماء على ايه؟ على راسك، وانت كل دوت بتخلي الميه توصل لايه؟ لجسمك كله. ما فيش حاجة اسمها الوضوء آخر حاجة، الوضوء قبل الطهارة، قبل الطهارة الوضوء، بعد كده تخرج تصلي. تمام. طب التيمم بقى هنشوف، حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. أنه مريض، مش عشان عندي برد ولا عندي كحة، لا، ده المريض
اللي الم... لا المريض اللي الميه تاذيه. المريض اللي الميه تاذيه يعني مثلا واحد والعياذ بالله محروق، تمام، واحد ايده متجبسه، ها يعمل ايه؟ او على وان كنتم مرضى او على السفر. هنا السفر محطوط لها تجديد اللي هو ايه يا عم حسني؟ السفر الذي لا تجد فيه ماء، السفر اللي مفيهوش ميه، عشان بس الامور تتضح. عشان كده في ايه بعد كده هتقول فان لم تجدوا ماء، يبقى شرط ان انت في السفر ما تلاقيش ايه؟ ميه. الميه على بعد منك ما تقدرش توصل لها. مش هيبقى انا شايف الميه قدامي اقول اتيمم؟ لا يجوز التيمم. يبقى شرط التيمم هنا ان ما يكونش المكان، يكون المكان اللي انت فيه ما فيش فيه ميه. بس لا ولا سبيل للحصول على الميه. يعني انا ماشي في طريق مثلا ومحدش يعرفني فيه ومفيش فيه طرمبات ولا حنفيات في الشارع، لو انا خبطت على بيته وقلت لهم انا عايز كوبايه ميه عشان اتوضا هيدوني، صح؟ يبقى لا يجوز التيمم. شرط التيمم ها صعوبه الحصول على الماء. او جاء احد منكم من الغائط من الحمام يعني دوره الميه، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نقول من الأول، بص بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي جنبا ومفيش مية، وبعدين او مريض والميه تاذيني، او على سفر ومفيش مكان فيه ميه وفي صعوبه في الحصول على الميه، ها، او جاء احد منكم من الغائط قضى حاجته، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا في عند الامام مالك لا، تمام. وهنا لمستم، هنا مش معنى سلام عليكم، لا مش معنى السلام. عند ائمه الشافعيه قالوا السلام يبطل الوضوء، عن فقه الامام مالك قال لا ما يبطلش الوضوء، تمام. طيب قال ايه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب الصعيد الطيب ده نعمل ايه؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. طريقه التيمم ازاي؟ انا دلوقتي ها هتيمم، ان كان في ارض ترابه بخبط خبطتين يطلع ايه؟ غبار، ها؟ هو قال فامسحوا بايه؟ بوجوهكم، يبقى اخد الغبار كده، ها؟ واقوم عامل كده واسح وشي ثلاث مرات، اخبط كده، ها؟ واخد بوشي وامسح ثلاث مرات. طب انا نايم على السرير هيجيبوا له تراب منين؟ اجيب حجر، طوبة، طوب يعني قلب طوب. مفيش. ها؟ لا مفيش حاجة اسمها مفيش. لا تتجاب. أو لا. على أجيب قلب طوب وأحطه جنبي وأخبط عليه وأخد من الهواء هواء الخبط ده وأمسح بوشي ثلاث مرات، وبعدين أخبط مرتين وأعمل كده على دريع الأيمن، واخبط مرتين واعمل على دراع الايسر، يبقى انا كده عملت ايه؟ تيممت. تاني تاني تاني
لو انا ماشي في الصحراء بسيطة اركض على الارض واخبط واقوم عامل وشي ما 3 مرات وايدي يمين 3 مرات وايدي الشمال، وصلت خلاص. ده لو انا سليم. الوجه والايدين بس؟ نعم، الوجه والايدين بس، الوجه والايدين بس. بس تمام، ابدا بالوجه واختم بالايدين. تمام، لو انا في مكان ما فيش فيه تراب اجيب قالب طوب، ها، واعمل ايه؟ ونفس القصه. طب ما هو قالب الطوب ده مش هيطلع ايه؟ مش هيطلع عفاره. مالكش دعوه، اخبط مرتين وخد الهواء كده واعمل كده وامسح ايدك 3 مرات، وشك 3 مرات وايدك اليمين وايدك اليسار، يبقى انت كده ايه؟ تيمم. شرط التيمم صعوبه الحصول على الماء. يعني ممكن تكون انت في مكان ممكن تجي تلاقي فيه ميه، تلاقي فيه ميه، ها، يبقى سقط عنك التيمم. انت عابر سبيل، دي واحدة، انت عابر سبيل في مكان ما فيش فيه ميه، ها، لكن في امكانية حصول على الميه، يبقى سقط عنك التيمم، وجب عليك الايه؟ الوضوء والغسل. تاني، طب لو انا جنب وفي مكان ممكن الاقي ميه بس مش هعرف اغتسل، هقلع في الشارع، اعمل ايه؟ وجب عليك الايه؟ التيمم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طريقة التيمم، نخبط على الارض، ما لقيناش طوب نخبط على الارض، لكن ما تجيش انت قاعد على السرير تخبط على البطانيه. البطانيه؟ في حد يقول لك هتخبط على البطانيه، بطانيه ايه؟ بتطلع تراب. ما فيش الكلام ده. فاجيب قالب طوب. كلم اهلي كده وهم جايين يجيبوا لي قالب طوب للتيمم. ما فيش، انا قاعد في الارض اخبط على الارض. تمام؟ طالما في صعوبه للحصول على الميه. حط الشرط، اصعب شرط فيهم اللي هو الجنب، لانك انت لازم ايه؟ لازم تستحمى. لا، سقط عنك الاستحمام حتى ولو اتوجد الايه؟ الميه. ركز، لانك محتاج في الاستحمام محتاج ايه؟ محتاج ميه ومكان. طب الميه موجوده بس المكان مش موجود، اعمل ايه؟ اتوضى واصلي. سيدنا عمرو بن العاص، قصة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قائد الجيش في بلاد العراق، حسب البرد الشديد والثلج مغطي الأرض. فسيدنا عمرو بن العاص صحي على جنابة، دخل اتوضى وصلى بإمام بالمسلمين. هو ما يعرفش؟ لا، هو عارف طبعا. المسلمين عملوا ايه؟ مية مية، راحوا شمعوا الفتل على مين؟ على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله، عمرو بن العاص كان جنبا وتوضأ وصلى بالمسلمين إمام. قالوا تعالى، جابوا. قالوا أنت عملت كده إزاي؟ قالوا والله يا رسول الله، إن الماء شديد البرودة. مية إيه؟ شديدة البرودة، فخفت أن أستحم فأمرض فأموت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأقر. يبقى إذن حتى لو هيجيلك أذى من استخدام المية في الاستحمام، جاز ليك الوضوء بس. أمور في الشريعة عيب، عيب لما تبقى بذاكر لربنا وما تبقاش فاهمها. امور شرعيه دي اساسيه. يبقى انا لو في مكان تاني، لو ايه؟ لو يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. واحنا قلنا الايه بتقول يا ايها الذين امنوا،
ومفيش مؤمن هيبقى سكران، لان دي اصلا من الكبائر. امال ايه معنى سكارة؟ يعني معناها لا تدرك ما تقوله، تعبان ومجهد وما نمتش مثلا بقالي يوم ولا اتنين، ولو جيت اصلي مش عارف اقرا قل هو الله احد الاول ولا اقرا الفاتحه، لا لا ما تصليش دلوقتي، استنى اجل صلاتك حتى ايه ترتاح وتنتبه لما ايه لما تقول. عشان كده في بعض الناس ما بيبقاش لو صحي من النوم، لو صحي من النوم عشان يصلي مش هينام تاني، وهو عايز ينام فيقوم قايم وهو مغمض عينه كده عشان يتوضا ويصلي ويرجع يلحق ايه ينام، يبقى ده صلاته باطلة، لانه هيدخل يتوضا وهو نعسان ومش عاوز يفوق من النعاس اللي هو فيه، وبالتالي عمره ما هيتوضا صح، ولما يقف في الصلاة مش هيصلي صح، يبقى هنا وقع تحت ايه؟ تحت السكارة. ها؟ العبد الصالح، العبد الصالح او العباد الصالحين في احوال التجلي النور الالهي على العباد الصالحين بيبقوا في حالة سكارة لا يجوز فيها الصلاة، إلا إذا كان يملك حاله. زي مين؟ زي سيدنا علي كده، سيدنا علي بن أبي طالب لما كان يخش الغزوة ويجي مجروح وبينزف عايزين يكوبوا النار، يقول لهم استنوا، يدخل فين؟ في الصلاة. أول ما يكبر ويدخل في الصلاة ينضفوا الجرح ويكوب النار وهو مش هنا خالص، غيبوبة. لا لا هو في شهود مع ربنا، ايوه، وبالتالي ما مش 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 هنا معاهم خالص، ده يملك حاله. لكن هناك من الاولياء الصالحين من لا يملك حاله فما يجوز له الايه الصلاه في التوقيت ده، واضحه؟ عشان كده احنا قلنا الايه بتقول يا ايها الذين امنوا، من ايه؟ من أقر الله تبارك وتعالى لهم بإيه؟ بالإيمان. اللي ربنا أقرهم بالإيمان هو لو لهم ما تصلوش وأنتم سكارى. طب والمعنى الشرعي؟ التدريج. تدريج. تمام. تدريج كده عشان يبتعدوا عن الخمر. لكن في مجمل الآية لا. يبقى هنا هو أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. لو سكت هنا يبقى أي واحد في حال جنابة استحالة يصلي إلا لما يغتسل. طب ولو سافر؟ طب لو ماشي في حتة ما فيهاش مكان؟ طب لو عابر سبيل؟ عشان كده ربنا قال إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تمام؟ وأكمل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبعدين عيب لما تبقى من الذاكرين وما تعرفش تتيمم ازاي. للأسف في ناس ما بتعرفش تتيمم ازاي. حطينا شروط التيمم، حطينا شروط الايه؟ التيمم. ايه شرط التيمم؟ انك تكون في مكان لا صعب الايه؟ الحصول على الميه. طب امتى ان انا اتيمم وفي ميه؟ لو الميه هتأذيك من مرض. تمام؟ طيب وبالنسبه للجنابه ما اقدرش اطهر من الجنابه لانها بتبقى محتاجه ميه وايه؟ ومكان. فلو ما توجدش المكان اتوضى واصلي. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جعل لك مهرب من الصلاه.
لأن صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل النار تارك الصلاة، تارك الصلاة لا ينصب له ميزان، ما فيش ميزان. لا ينفعك شيخ ولا ينفعك ولي ولا ينفعك نبي، حضرة النبي ذاته ما يعرفك يوم القيامة. تارك الصلاة لا ينصب له ميزان، منتهية يقدم هنا على طول. أول من قيل من أول من يدخل النار يا رسول الله؟ قال أول من يدخل النار تارك الصلاة، منتهية. لذلك كل الأولياء الصالحين، كل الأولياء الصالحين مفيش حد ما بيصليش، مفيش حد ما بيصليش. ده دي اسمها صلاة العبد برب، صلاة العبد، صلة العبد بالرب. لذلك سيد ابن دقيق العيد رضي الله عنه وارضاه كان عالم ازهري كبير، طلع لسيد احمد البدوي قال له انت ما بتشوفكش بتصلي يعني، وفي حد ما بيصليش؟ فات عليكم السلام. قال له قاعد لحد ما طلع سيد احمد البدوي فوق السطوح، ادن العصر بقى سيد ابن دقيق العيد بيشد سيد احمد البدوي كان يقوم يصلي، عالم ازهري قبل ما يبقى والي. سيد احمد البدوي قام خبطه بالكوع، فلقى نفسه في بلد غريبه. يقول سيد ابن دقيق العيد ها، فدفعني السيد احمد البدوي بيده فوجدت نفسي في بلد غريبه، مررت بالسوق الجوعت ومررت بالسوق فوجدت كل ما يباع فيها ويشترى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز تاكل تقول 10 صلاة على النبي يدوك أكل، عايز فاكهة تقول مثلا 100 صلاة على النبي يدوك فيها يدوك فاكهة. قال فاحترت في أمري، قال فاقتربت صلاة العصر، اقتربت صلاة الايه؟ العصر. فسألت عن مسجد فأشاروا إلي على مكان مسجد. ده هو كان عالم من شريعة وكان منكر للأولياء وكان بيقول يا سيدي عم بدر ما بيصليش، ازاي ما بيصليش يعني؟ ازاي واحد والي ما يصليش؟ هو شايفه كده. فالمهم راح فواحد فبيسأل واحد بيقول له انا ما اعرفش انا جيت هنا ازاي؟ قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له ما اعرفش. قال له في واحد عندنا اسمه احمد البدوي، الراجل ده طلعت اقول له ان هو يجي يصلي معانا عشان ما بيصليش، قام خابطني لقيت نفسي هنا. قال له طيب وبعدين؟ قال له انا عايز ارجع بلدي وارجع لعيالي. قال له صلي في هذا المسجد، ها ترى أسراب من الحمام. قال له شوف ايه أسراب من الحمام، اذا دخلت المسجد كل منها ها سيتكون صفوف من الرجال. يعني أسراب الحمام دي هتخش المسجد ده كلهم هيبقوا ايه؟ رجال. قال له فاجعل نفسك قريبا من الامام، خليك ايه قريب من الإمام. فإذا سلم الإمام، لو الإمام سلم فامسك بجلبابه، فوالله لو لم تمسك بجلبابه لن تعود إلى بلدك حتى تقوم الساعة. قال له الحق، أول ما يقول السلام عليكم اقفش في جلابيته. فدخل سيدي بن دقيق العيد، هو اسمه سيدي عبد العزيز ابن عبد السلام اللي هو اخو سيدنا العز ابن عبد السلام. فالمهم دخل المسجد لقى الطيور جت، وبص لقى الطيور كلها بقت صفوف، قام قاعد يزق نفسه لحد ما ايه قاعد جنب الامام.
الإمام صلى أول ما سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ماسك فين؟ في جلابيته. لقى نفسه فوق السطوح ماسك في جلابية سيدي أحمد البدوي. الله الله. قال له إحنا صلاة العارفين غير صلاة المسلمين. العارفين لهم صلاة تانية، بيصلوا في أماكن تانية، لهم أماكن يصلوا فيها، لأن دول لهم قصة مع ربنا. قال له صلاة العارفين غير صلاة المسلمين. أنت بتروح تتوضى عشان تصلي، ها، وتروح تنزل تقف تحت، إحنا بنطير عشان نروح نصلي فين؟ ودي قصة، والمكان هو راحه دي قصة تانية. فعمل إيه سيدي يا ابن دقيق العيد؟ ألعج الباب المشيخة بتاعت الأزهر، وتعلم على إيد سيدي أحمد البدوي إزاي يسير إلى الله ويصبح من ضمن المريدين. ده اللي هو ده اللي شافه، ده اللي شافه. فما فيش حاجة اسمها عبد ما بيصليش، ما بيصليش ونقش عند ربنا حاجة، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما فيش شيخ يعرفك أصلا. ده سيدي إبراهيم زنق علينا، يعني سيدي فخر الدين هون الموضوع شوية، لما سيدي إبراهيم قال أما سئل على أبنائه قال أبنائي عباد بالليل فرسان. طب يناموا إمتى؟ أما هم عباد بالليل وفرسان بالنهار، هيناموا إمتى؟ ده الأساس، تمام؟ عشان كده بقول صلاة السكر العارفين الصالحين بأنوار التجلي الإلهي على قلوبهم، السكر ده يمنع فيه الإيه؟ الصلاة، حتى إيه؟ يفوقوا. زي يقول رفع القلم عن سكرنا، في سكرنا عنا، حرج اترفع عننا في سكرنا عنا. لكن هناك من يملك حاله. يعني إيه يملك حاله؟ يعني يصلي ويبقى في حال مشاهدة إلهية، لكنه في صلاته، يقيم صلاتي حيث طاب مقامها فلا حول عنها وحاش تلفتي. يا سيدي فخر الدين كده، يبقى احنا كده ايه؟ ان الله كان عفوا غفورا. ليه قال؟ بص، جاب العفو والمغفره. العفو ليه؟ لان كل اللي فات دي اخطاء، كل اللي فاتت دي اخطاء، فوجب عليها الايه؟ العفو. وبعد كده ايه؟ بعد العفو الايه؟ المغفره. يعني اللي هيقع في دول، اللي هيقع في دول لو عفو عند ربنا، حتى ايه؟ يتعلم، تمام؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكرمنا رب العالمين، اللهم علمنا يا رب العالمين، من علمك علم يا رب العالمين. اللهم رب العالمين اجعل لنا صدق الروايه وصدق الحديث يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.